السلام عليكم واهلا بكم في قناه شيوه تلاميه. اليوم ان شاء الله نحضروا بيتزا بشامبينيون ولا كريم فريش. اللي غادي نحتاجوا ليها واحد 3 ديال الحبات ديال الشامبينيون ولا 4 هكا طريين، الا ما كانش ممكن تاخذوا الشامبينيون المعلب، واحد 200 غرام ديال صدر ديال الدجاج، واحد الحبه، واحد 200 غرام ديال لا كريم فريش. عندي طبيعه الحال العجينه ديال البيتزا. بالنسبه للعطريه عندي شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، واحد شويه ديال الكوزه، الملحه، جوج ظروف ديال الثومه، وواحد شويه ديال الحبق. عندي هنا خديت جوج مقالي، درت فيهم واحد المعلقه ديال الزبده كل وحده فيهم، وحده غادي نشحر فيها الشامبينيون، وحده غادي ندير فيها الدجاج، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال مايزينا، والفرماج الاحمر ولا اي فرماج كيعجبكم، يا الفرماج موتزاريلا يا الفرماج الحمر اللي بغيتو. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير، غادي نشحر هذاك الشامبينيون هنايا في هاد المعلقه ديال الزبده. كيف قلت لكم انا خديت هاد الشامبينيون طري وقطعته هكا شويه مرصويات كبار، ماشي رققته بزاف. غادي نشحرو في شويه ديال الملحه مع شويه ديال البزار، وهنايا غادي ندوز، غادي ندير في هاد المقله الصغيره، غادي ندير هاد 200 غرام ديال الصدر ديال الدجاج ولا ديال الديك الرومي اللي عندكم. غادي نحك فيها هاد جوج ديال الدروس ديال الثومه، غادي ندير عليه هاد الكميه ديال السكينجبير، واحد راس معلقه صغيره ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملح. نزيد واحد شويه ديال البزار. صافي، وغادي نديرهم فوق البوطه يتشحروا ويطيب ليا الدجاج. بالنسبه لهاد الشامبينيون غادي ندير له شويه ديال الملح حتى هو، وغادي نخليه في هاد الزبيده كيشربها مزيان. من بعد ما كي هكا هاد الشامبينيون تيشرب ليا هاد الزبيده وكينزل شويه، دابا غادي نضيف عليه ديك 200 غرام ديال القشده الطريه، غادي نخليه غير شويه يشربها واحد شويه، ونضيف عليه ونحك فوقو الكوزه، ونضيف عليه ديك المعلقه ديال مايزينا. كم حكيت واحد شويه ديال الكوزه، هانتوما دابا لا كريم بدات كتغلى عندي، غادي نضيف ديك المعلقه ديال مايزينا، وغادي نبقى نحرك باش يعقد ليا شويه، يدي يعقد ليا هكا شويه الخليط ونطفي عليه، ما خصوش يعقد بزاف غير شويه، حيت هذه هي الحشوه اللي غادي ندير من فوق لاباط. الفلاطه اللي غادي ندخلوها للفران غادي نديرو فيها، كندهنها بشويه ديال زيت الزيتون، وكنحط فيها العجينه ديال البيتزا، عجينه البيتزا اللي الا بغيتو تشوفوا الطريقه كيفاش قديتها مالكم الا تدخلوا الرابط اللي غادي يبان عندكم اسفل الفيديو، تما غادي تشوفوا كيفاش قديت هاد العجينه هادي اللي كتجي فتيه وحشيشه ورطبه في نفس الوقت. دونك كيف قلت لكم هاد اللاطا دهنتها بواحد شويه ديال الزيت، وغادي نحاول نطلق فيها هاد العجينه تنكونوا عجناها وخليناها كترتاح واحد المده ديال ساعتين ولا قل، على حساب نتوما شحال ممكن تخليوها، الا خليتوها حتى اكثر راه مزيان. دونك غادي نبقى نطلقها هكا. من بعد ما طلقت
خلقت هكا العجينه نتوما كتشوفوا، قديتها هكا وهاد الحريقات هادو خليتهم شويه هكا، قديتهم هكا بصباعي كنرققوا هاد البلاصه وكنخليو هاد الجنب شويه غلاطين، كنقدوهم هكا بصباعنا كنبقاو نديرو هكا باش كنديرو حتى البلاصه فين غادي نديرو الحشوه. صافي دابا غادي ندوز، غادي ناخد هاد الشامبينيون ديالي. نتوما كتشوفوا لا كريم خليتها غير شي شويه تتقلت، ماشي كنتقلوها بزاف ولكن غير شويه. دابا من بعد ما درت هاد الحشوه ديال الشامبينيون مع هكا سرحتها مزيان على سميتو، فهاد الاثناء خصكم تكونوا شعلتوا الفران ديالكم باش يسخن، لحقاش خصنا ندخلوا البيتزا تكون سخونه، يكون الفران سخون باش كيعاونها طيب وكتجي لذيذه. دابا غادي نحك الفرماج من الفوق، من مور ما كنحكوا الفرماج هكا كنديروه. دابا غادي ناخد داك الدجاج اللي فات ليا وقليتو في ديك شويه ديال الزبيده، غادي نسدو هكا صافي. ودابا غادي ناخد هاد شويه ديال الحبق وغادي نحكوه هكا شويه من الفوق. انا عندي الحق مبقى يابس، الا عندكم طري ممكن حتى هو ديروه. وكيف قلت لكم الفران عندي ديجا مسخن، دايره شاعله تيسخن. غادي ندخلو البيتزا كطيب، خصها تكون الحراره ديال الفران عاليه بزاف، اعلى درجه ديال الحراره باش البيتزا كتنفخ لينا وكطيب مزيان. غندخلوه يطيب ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال البيتزا كيفاش كتجي. البيتزا من بعد ما كنخرجوها من الفران كيجي الشكل ديالها بحال هكا، كتجي لذيذه بزاف وكتجي رائعه في المذاق. كنتمنى تجربوها وتشاركوا معايا في القناه ديالي شي واد لميع باش يوصلكم كل جديد. شكرا، والسلام عليكم.